بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعزائي طلبة طالبات الصف الأول الثانوي طبعا نتيجة للظروف اللي احنا فيها ندعو الله ان يرفع عنا هذا البلاء ويكرمكم بالنجاح إن شاء الله ده أول لقاء بنا الشرح عن طريق قناتي قناة اليوتيوب وقبل ما نبدأ دايما بنفكر حضراتكم ما تنسوش دايما نخش على القناة ونعمل ثلاث حاجات ندوس على لايك like واثنين ندوس على المشاركة وتلاتة نفعل الجرس عشان لو نزلت اي حاجة تاني توصل لكم بسرعة ويجيكم اعلان انه في فيديو جديد نزل لحضراتكم اح طبعا احنا الوحدات بتاعه الترم الثاني ست وحدات واحنا اخذنا ثلاث وحدات ففاضلين الثلاث وحدات دول اللي هم يونت 10 يونت 11 يونت 12 يونت 10 بتبدا ب واتس يور جوب يعني الوحده دي بتتكلم على واتس يور جوب هي معناها طبعا ما وظيفتك يبقى اذا هو هيتكلم هنا على بعض الوظائف واهميه هذه الوظائف للبشريه. زي ما بنبدا بكلامنا دايما وتعودنا واحنا قلنا كل واحد دلوقتي فاتح مذكره اللي معاه فاتح كتابه وجاهز معايا انا عشان تبقى الكلام اللي احنا بنتكلمه يكون موجود قدامك وتقبل حاجه عمليه تمام طبعًا احنا هنشرح النهارده يا دوب هناخد نص الوحده عشان الفيديو ما يبقاش طويل وما انت ما تملش الكلمات وهنحل تمارين على ال الكلمات وان شاء الرحمن في الفيديو القادم هنتكلم على الجرامر وطبعًا الجرامر زي ما انتم هتشوفوا هتلاقوه مليان شويه بس مش مشكله ان شاء الله كلنا نتعاون نوصل لأحسن حال الفوكابلري الموجود الكلمات اللي موجوده عند حضراتكم هنا هتلاحظ ان هو بيتكلم على اول كلمه موجوده عندنا كلمه بروفيشن وهي طبعا زي ما انتم شايفين معناها مهنه ولكن ايه الفرق بينها وبين كلمه جوب وكلمه وورك؟ احنا قلنا كلمه جوب دي عباره عن اللي هو المسمى الوظيفي وهذه الكلمه عبارة عن كلمة اللي هي كلمة جوب كلمة كاونتبل يعني تجمع يعني ممكن أقول أجوب وممكن أقول جوبس إنما كلمة ورك هذه الكلمة أن يعني لا تجمع ما أقدرش أقول وركس لكن لو جاءت بمعنى لو جاءت وركس أعرف إن هي بمعنى أعمال أدبية أعمال هندسية أعمال فنية إنما كلمة بروفيشن اللي موجودة قدامنا مهنة بس أنها مهنة قال هذه مهنة تحتاج إلى مؤهلات زي مهنة الطبيب، مهنة المدرس، مهنة المهندس، لازم يحتاج إلى مؤهلات. بيطلع منها صفة اسمها بروفيشنال وهو الشخص المحترف. وبص على الكلمة الجديدة، طبعًا دي بروفيشنال، بروفيشنال، الكلمة دي بقى فاكرين كلمة كاجوال؟ casual. كاجواليتي لاول مرة تعرفها بمعنى الاصابة وهنعرف ليها معاني تانية من خلال نحل التمارين مع بعض. ديبارتمنت ده هو القسم. لما تروح مثلا عند حضراتكم المستشفى يقول لك ده قسم الباطنة، قسم مش عارف الرعاية المركزة وهكذا اسمه قسم. في كلمة ثانية اسمها سيكشن، وسيكشن دي اقل هو جزء من القسم. جزء من هذا القسم، يعني لو تروح الكليه ان شاء الرحمن قسم البيولوجي لو هو ديبارتمنت مقسم الى الداخل الى سيكشنز تبقى اقل منها. دي تدي ودي من اخوات اول وهنعرف لها كلام بعد شويه معناها بالرغم من ريوردينج طبعا هنا بنفتكر مع بعض في كلمه اسمها ريورد وكلمه اسمها اوورد. كلمه اوورد هنا بمعنى يكافئ وريورد برضو بمعنى يكافئ. لكن كلمة أوورد دي دايما بتكون بمعنى مكافأة بس في جهة جاية من جهة عليا وفي نفس الوقت شيء أنت مكلف به فبنستخدم كلمة أوورد أنت أنت كطالب تفوقت في السنة الدراسية ففي اللحظة دي يبقى أنت was awarded يعني لكن reward دي مكافأة من عمل أنت قمت به وغير مكلف به هدي لك مثال بسيط انت في امتحان الترم الاول طلعت الاول فلذلك طبعا قام وكيل الوزاره والوزير وكرمك فهنا was awarded لانه ده عمل انت مكلف بيه فلذلك يعني جزيت عنه لكن لو انت ماشي في حش المدرسه ولقيت ساعه وخدتها واديتها للمدير والمدير ادالك مكافاه سواء معنويه او ماديه هنا بنقول عليها reward لانك انت مش مكلف بلم الساعات من حش المدرسه Qualifications وهي المؤهلات incredibly يعني هنقرا الكلمات بسرعه شويه وبعد كده نشرحها في ديفينيشنز uh, تحت incredibly ودي طبعا حال ودايما هتلاقي هيجي بعدها صفه هيجي بعدها ايه صفه يعني وساعات كمان incredibly كلمه لا يصدق يعني ابلاي فور وهناخد مشتقات كلمه ابلاي معنى شويه اللي هي معناها تقدم بطلب كلمه كولج طبعا اللي هي بمعنى كليه الكليه اللي انت ان شاء الله تخش فيها بعد ثالثه ثانوي. تريننج التدريب وكلمه تريننج جاءت من ترين اللي هو بمعنى يتدرب وتريني المتدرب وترينر المدرب وهكذا. ساينتست سهله العالم لابوراتوري كيمست كيمستري كونتراكت كلمه براكتيكال براكتيكال حاجه عمليه زي ما انت حضرتك بتتعلم الحاجه النظريه وبعد كده تمارسها عملي، الاستاذ علمك مثلا في المعمل المعادله كذا كذا وتروح تقوم تعملها عملي في المعمل. امبروف يحسن برودكتس تشالنج اللي هو تحدي فايريتي ودي بيجي معاها اوف وراها سيفرال اللي هي بمعنى عديد. كلمة فير فير بمعنى احنا خدناها بمعنى عادل وبمعنى أشقر وبمعنى جميل حتى تسمعوا كمان عن الكريم فير اند لافلي لو انتم فاكرينه وهنا طبعا كلمة فير جاءت بمعنى معرض فأقول بوك فير بوك فير نوتس لاحظ أو الملاحظة ديفرنس ده اللي هو الاختلاف والتانية اسمها ديفرنت اللي هي مختلف الصفة منها A company الاي تي الاي تي اللي موجوده عندنا هنا دي الاي تي لحضراتكم ده عباره عن اختصار لانفورميشن تكنولوجي انفورميشن تكنولوجي فاداها الاي تي اكسبيرينس نقف عند اكسبيرينس شوي كلمه اكسبيرينس مره تيجي كاونتابل ومره تيجي Uncountable اذا جاءت بمعنى خبره عمل فهي Uncountable وتعامل معامله المفرد اما اذا جاءت بمعنى تجربه في الحياه فهنا يمكن ان تستخدم مفرد وتستخدم جمع لان في اللحظه دي هتكون كلمه كاونتابل اكاديميك اكاديميك اللي هي الحاجه الاكاديميه يعني حضرتك اللي انت بتاخدها في زي مثلا بتدرسها في الجامعه الرأي الناس اللي بياخدوا شهادات اكاديميه من الجامعه الكارير هي بمعنى مهنه او الحياه المهنيه يعني الفتره الزمنيه التي حضرتك قضيتها في هذه المهنه اتنشن طبعا عارفينها اتنشن بليز confident واثق من ادم هاف هنا كونفيدنس يعني عنده ثقه واثق من شيء يعني ان هذا الشيء ويل happen كونفيدنس اللي هي الثقه نفسها كلمه فاير فايتر هنا ده مش معناها ان هو بيحارب النار لا ده هو هنا معناها رجل الاطفاء كلمه سيرين اللي هي السرينه تيم ميت تيم خدنا كلاس ميت لو انتم فاكرينها ورك ميت اللي هو زميل الفصل وزميل العمل تيم ميت اللي هو العضو في الفريق ادابت تو ادابت تو يتكيف معنا وقلنا هذه الكلمه لو الـ لو الاي A -A اصبحت او فبيجي ادوبت وهنا بمعنى يتبنى ادوبت بمعنى يتبنى فانسي يتخيل او يتوهم ريكواير يتطلب وممكن اقول ريكوايرد معناه هنا المطلوب ريكويرد ايه وهنا استخدم التصريف الثالث كصفه لو قال ريكويرد يستخدم التصريف الثالث كصفه بلنتي اوف زي كلمه بايرتي طبعا ده متنوع لكن هنا دي بلنتي بس على اوت اوف زي كلمه الوت اوف بي سايدز بي سايدز دي بيساوي كلمه از ويل از بيساوي ان اديشن تو معناها بالاضافه الى سيرتيفيكيت نتمنى تحصلوا عليها كلمه سيرتيفيكيت دي الشهاده جراديويت تخرج باشلر اللي هو الليسانس او البكالوريوس بيقولوا عليه الاجانب باشلر طيب نشوف الكلمات اللي احنا أو نطلع على اللي بعدها في عندنا كلمه ساك ستريس كلمه ستريس وبعدين ستريسفول ستريس اللي هو التوتر والقلق والاجهاد ستريس الصفه طبعا هنا ايه معناها بني بن ادم مجهد في عندنا تايرنج مرهق مرهق اسف تايرنج هذا هنا ستريس uh, مجهد وهنا مرهق سكسس uh, اللي هو البني ادم الناجح وسكسس سكسس uh, uh, النجاح واسكسس ناجح برضه كومينيكيتور كومينيكيتور تيجي بمعنى بني ادم لبق وتيجي بمعنى محاور الواحد بيعمل محاورة مع غيره ويقول عليه كومينيوكيتر ورز ده القلق بص الكلمة الجديدة دي اه الليجابول الليجابول معناها مؤهل هذا الشخص الليجابول يعني هذا الشخص مؤهل لفعل شيء ما بوبيولار ويز اللي هو بناء شعبي او محبب لفلان legal اللي, اللي هو شرعي يعني قانوني والليجال يعني غير شرعي طبعا كلمه كامبيشن كامبيشن اللي هي بنسميها الشفقة أو العطف ذا بابليك اللي هو الجمهور في عندنا آآ كلمة ديد لاين يقول لك والله احنا آخر موعد لتقديم الطلبات يوم كذا اسمه ديد لاين الموعد الأخير أو النهائي obvious اللي هي واضح obviously اللي هي بمعناها بوضوح بص الكلمة خدنا كلمة زمان كان اسمها اسمها apprentice الابرنتس وفي بعض اللهجات انا سمعتها في بعض الافلام بيقولوا ابرنتيس يعني لكن هي ابرنتس كويسه خالص برنتس اللي هو فاكرين في الورشه الولد اللي اسمه بيليا بيليا ده اللي هو الصبي الصبي اللي هو بيتدرب فابرنتس شيب اللي هي التدريب المهني هو هنا بيدربه لكي يكتسب مهاره وخبره كونستراكشن كلمه بيلدينج كونستراكشنز اللي هو الانشاء والبناء degree وهي الدرجة العلمية اللي أنت هتحصل عليها بعد تخرجك من الجامعة. industry اللي هي الصناعة. actually في الواقع. reassure طبعا كلمة شو أك... تأكيد لكن reassure يعني يطمئنك يكسبك الطمأنينة reassure هو الاطمئنان. involve يتضمن وكلمات معادة. flexible هذا الشخص flexible يعني مرن. ممكن يقبل الراي والراي الاخر يتغير حسب المواقف المختلفه. لويل اللي جاءت من لويالتي، لويال Loyal اللي هو المخلص، لويالتي الإخلاصي او الولاء. ريليابل هذا الشيء ريليابل، هذا الشخص ريليابل يعني شيء موثوق فيه او شخص موثوق فيه. بلامبر 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 ده طبعا مين؟ ده السباك ودي احد المهن اللي احنا هنشوفها مع بعض حضراتكم في عندي فيت واختصار هذه كلمة فيت اختصار لكلمة فيترنري ومعناها الطبيب البطري أسيست وجاءت منها أسيستنت أسيست Assist يساعد يعني هيلب أسيستنت اللي هو الهيلبر المساعد كلمة كايند kind, طيب كايندنس الطيبة period اللي هي الفترة الزمنية اللي بتؤدي فيها شيء ما كيرينج أنا ما أقول كيرينج بيبول كيرينج مان Caring woman. Caring girl. يعني هنا معناها بنت مهتمه، ولد مهتم، يعني معناها ان هو هاجس يولي اهتمامه لشيء ما. ستيتمنت اللي هي بمعنى جملة ومعنى بيان. اتندنت ده عامل حتى لو قلنا فلايت اتندنت اللي هي المضيف والمضيفة بتاعة الطيران. بانكتشوال بانكتشوال اللي هو البني ادم المنضبط المنضبط المواظب. تايب تايب بيساوي سورت بيساوي كايند اللي هي مع نوع ما ترابد ترابد معناها هنا محتجز معناها محاصر وفي تسمع بعض التمارين يقول لك ماوس تراب اللي هي مصيده الفئران مصيده تيجي بمعنى مصيده او كمين تورش خدناها طبعا في القصه الكلمات دي تورش اللي هي بمعنى الشعله بمعنى البطاريه رولز القواعد كير يهتم ألايف يعني على قيد الحياة. ده الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه احنا وشغالين يا سنة أولى طبعا بنقول للناس اللي قدامنا دول يا يا شهد يا خيرية يا سيب اللي في إيديكم وركزوا سيبوا اللعب وركزوا في الفيديو اللي أنتم بتتفرجوا عليه الناس كده نقول لأمنية نقول لكل الناس اللي قدامنا دول خلي بالكم من رضوة وروضة خلي بالكم احنا وبنشرح هذا الكلام طبعا زي ما احنا اتفقنا ان هو هيبدا الكلمات دي هتبقى كلمات مبهمه لو احنا مجرد ان احنا سمعنا الكلمات ما مش هتقبلها قيمه ولا هتقبلها معنى الا اذا انا عملت لها تطبيق ابلاينج اطبق هذه الكلمات ولازم اعرف لها الديفينيشن بتاعها اللي هو الديفينيشنز اللي هي التعريفات هذه الكلمه اللي هي بمعناها ايه التعريفات وده اللي أنا عايز أخش مع حضراتكم فيه الآن نشوف أول كلمة كلمة rewarding اللي إحنا عدت علينا لما أقول this work is rewarding يعني مجزي مجزي يعني معناها إن هو في عائد من وراه في فايدة من وراه doing something that makes you feel good يعني حاجة بتعملها بتخليك تشعر إنك أنت إنسان كويس وممكن كويس معنويا أو ماديا فليكسابل <applause> اللي هو قلنا بمعنى مرن describes someone بتوصف الشخص الذي كان change their behavior يغير سلوكه in different situations في المواقف المختلفة. اتنشن تسمع اقول لك اتنشن بليز انتبهوا خلي بالكم ده عبارة ذا the act اللي هو الفعل الاكشن of listening to انك تستمع إلى looking at أو تنظر إلى are thinking about او تفكر في something بس ايه كيرفولي انك تفكر في هذا الشيء بعنايه بحرص ما تبقاش ايه زي اللي قاعدين قدامي دلوقتي احنا بنشرح وهي بتفكر بتلعب بتلعب في اي حاجه ثانيه قصادها بنقول لها سيبي وركزي وخلي بالك في اللي احنا بنشرحه علشان مش هيسالوكي في اللي بتلعبي فيه هيسالوكي في اللي احنا بنشرحه. الكارير لو قلنا الحياه المهنيه اهي اهي ده ذا سيريس اوف جوبس سلسله الوظائف ذات ا بيرسون هاز ان ا اريا اوف ورك يعني الوظائف اللي ترقيت فيها يعني انا اشتغلت في مدرس معلم بعد المعلم اول بعد معلم اول الف وبعدين معلم خبير ودلوقتي وصلنا لمعلم كبير يعني كبير معلمين وصلنا في النهايه دي اسمها الكارير بتاعي براكتيكال اللي احنا قلنا عليها حاجه عمليه ريليتد تو يعني تشير الى كلمات ريال اكتيفيتيز انشطه حقيقيه and events الأحداث more than ideas أكثر من اللي هي أفكار يعني بيتكلم على حياة عملية أكثر من الحياة النظرية الكلام اللي قلنا عليه qualifications وهي إيه المؤهل, المؤهل. qualifications هو المؤهل اللي حضرتك هتحصل عليه إن شاء الله هي عبارة عن skills المهارات knowledge المعرفة that makes you eligible إنك أنت مؤهل وصالح for a good, for a job or work آه بعد كده كاجواليتي ديبارتمنت القسم اللي هو بيسموه قسم الطوارئ او قسم الرعايه المركزه ان ايمرجنسي روم ان هوسبيتال لحجرات الطوارئ الكلمه الجيدة دي خلي بالك منها اهي الكلمه دي يمكن اول مره تعدي على حضراتكم ابرنتشيب ا بيريد اوف تايم هي عباره عن فتره اللي هي احنا قلنا فتره اللي بيبقى فيها البني ادم صبي لسه بيتعلم اوف تايم وركينج تو بيشتاق بيعمل كيت ليرن سكيلز بتعلم مهارات نيد تو دو سمثينج يعني يعني فتره كده يعني حتى مع زي مدرس التربيه العملي ده ممكن تقول عليه هنا ايه ابرنتس هو جاي لسه بيتعلم عشان يبقى كويس اتندنت ا بيرسون جوب هيلبينج ذا بابليك ده اللي احنا خلي بالكم كلمه اتندنت اللي هو العامل ده عمله انه يساعد الناس كوميونيكيتور اللي قلنا عليه معناها المحاور او الانسان اللبق ا بيرسون هو توكس اباوت ذا ايدياز and emotions العواطف in a clear way بطريقة واضحة وصحيحة degree degree qualification الدرجة العلمية qualification that you receive you receive when you finish university لما تخلصوا الجامعة إن شاء الله يدلكم المؤهل ده industry وهي الصناعة a particular kind of business that produces a particular type of goods يعني ده عبارة عن نوع من البزنس من العمل من التجارة ينتج نوع معين من البضائع كلمة سيرين كلمة ديفايس اللي هي جهاز ذات ميكس لونج لاود عارفين السرينة اللي بتعمل صوت زي السرينة بتاعت الإسعاف بتاعت البوليس ساوند أز siren أور warning تحذير فانسي اللي هي قلنا بمعناها يتخيل يتوهم تو ونت تو دو سمثينج يعني عايز تعمل حاجة نفسي أعمل Contract ده العقد عارفين كونتراتو بناء الكونتراتو ده العقد عقد البيت عقد السياره عقد كذا عقد الزواج الليجال أجريمنت اتفاقيه قانونيه. Construction وهو البناء والإنشاء the work of building something انك تبني الشيء. تيميت تي ميت اللي هو قلنا على عضو الفريق a member of the same team في نفس الفريق. تريننج اللي هو ليرنينج سكيل يو نيدد فور ا جوب بنعلمك مهاره تدريب تريننج هو التدريب زي ما قلنا ده بنعلمك مهاره انت محتاجها لهذه الوظيفه ستريس فول ستريس مقلق مجهد سامثينج ويتش كوز سوري حاجه بتخليه بتسبب القلق سكيل وهو المهاره ابيليتي تو دو سامثينج ويل لما يكون عندك مهارة عندك القدرة أن تفعل شيء بطريقة شيء بطريقة جيدة. كلمة care ده هو over help بتهتم رعاية تعرض المساعدة and support others وتساند وتؤيد الآخرين. ابلاي ابلاي ده هو قلنا بمعنى يتقدم أو يطبق make a formal request in writing يتقدم بطلب كتابي. كلمة ريليابول ريليابول يعني موثوق فيه does what they say does what they say they will do يعني هنا بيقول ايه اللي يعني بيفعل ما يقوله يفعل ما يقوله يعني معناها ايه ينفذ اللي بيقوله ها أه؟ تقولون ما لا تفعلون لكن هنا دول لا بيفعلوا ما يقولون وتعالوا بينا حضراتكم طبعا لازم الجزئيه دي تكون مركز معايا تماما في اللي احنا اتكلمنا عليه لانه من خلال اللي احنا اتكلمنا عليه الان انت حضرتك في هتقدر تحل معايا ده انا جايب لحضرتك 88 تمرين بحيث انك بعد ما تقرا هذه الكلمات وبعد ما تفهم كويس هتحل ال 88 تمرين يبقى الوحده يونت 10 دي دخلت دماغك بالضبه والمفتاح. تعالوا بعد ما شفنا الكلمات وشفنا التعريفات ايه هي البريبوزيشنز اند اكسبريشنز اللي هي حروف الجر والتعبيرات التي ذكرت خلال هذه الوحده اللي احنا ممكن نحتاجها مع بعض في شغلنا. شوف أه حط كده يعني ايه ده هو عباره عن الكلمات اللي انت اخذتها لانه زي ما قلنا هو في الامتحان مش راح يجيب لي الكلمات مبهمه ده هو هيجيبها لي من خلال موضوع من خلال جمله من خلال تعبير فلازم ادي التعبيرات المختلفه اللي تعودك ا كارير ان بوليتكس كارير اللي هي قلنا المهنه بس جاب بوليتكس يعني مثالها في السياسه ممكن تغير انت السي في تسمع يقول لك يعني اللي هي معناها سيره ذاتيه انك انت لما تروح تخش مثلا على اي وظيفه إن كانت بيبدا يطلب منك السي في بتاعتك يعني بتكتب فيها بقى اسمك ايه وتاريخ ميلادك وعنوانك وخبراتك السابقه ومؤهلاتك واللغات التي تجيدها والمهارات اللي عندك كل شيء تؤهله الاي تي اللي اختصار لكلمه انفورميشن تكنولوجي لو انت فاكر معايا بوست جراديويت اللي هي طبعا الماجستير والدكتوراه اللي هي الدراسات العليا ريوردنج جوب يعني وظيفه مجزيه يعني في طائل من وراها خير التربيه والتعليم طبعا جود كوميونيكيتور اللي هو قلنا عليه المحاور الجيد ميديكال بروفيشن طبعا اتفقنا مع بعض انه البروفيشنز وهي المهنه التي تحتاج الى مؤهلات هايلي كواليفايد اقول هايلي كواليفايد بيرسون يعني بني ادم مؤهل جدا براكتيكال سوليوشن طبعا قلنا مفيش حل نظري عايزين حل ايه عملي لوكال برودكتس طبعا المنتجات المحلية اللي طالعة عندنا يعني أديكم مثال إحنا كمنطقة زي أسوان لوكال لوكا برودكتس زي الدوم الدوم ده مثلا ده لما بنعمله الحاجات اللي بيطلعوها المسحوق من الدوم ده عشان بتشرب كعصير وطبعا عارفين فوائد بتاعته ده اسمه منتج محلي زي الكركديه والحلف بر والحاجات بتاعتنا دي Gradual improvement كلمة gradual اللي هو معناها تدريجي، improvement جاءت من improve يحسن التحسين. meet the dead اه يعني خلاص يفي بالمعاد النهائي، يعني في المعاد النهائي وصل إليه. job fair job fair احنا خدنا كلمة fair بمعنى أيوة شطرة تمام بمعنى معرض زي بوك فير. واخدناها بمعنى عادي لكن بوك فير او جوب فير هنا ندوه مقابله عن الوظائف زي الانترفيو يعني زي الانترفيو بنقعد كده نتكلم فيها بوك فير اهو المعرض الكتاب سيوتابل فور ده حاجه مناسبه دو ا ديجري ان اه خلي بالك من دي خلي بالك من ايه هيسالك كلمه ديجري بيجي معاها تاخد ميك ولا دو بتاخد ميك ولا دو اقول له لا دو وادي حرف الجر ان وهياتي بعدها التخصص اللي انت هتحصل فيه على الدرجه العلميه. ورك اكسبيرينس، ورك اكسبيرينس اللي هي خبره هنا وخلي بال حضراتكم، ادي كلمه اكسبيرينس اتت انكاونتابل. ورك اوبورتيونيتي اللي هي فرصه العمل عشان ينفعني في الترجمه. اكاديميك ستادي، الدراسه الاكاديميه. كلمه فوكيشنال دي كنا بنقولها في سنه ثانيه يعني هي كلمه فوكيشنال. فاكيشن كلمة فاكيشن فاكيشنال جوبس الفاكيشن طبعا هناخدها بعدين هي عطلة جوبس اللي هي الوظائف المهنية اللي هي اللي بنقول عليهم الصنايعية يعني الرجل السباك الراجل بتاع البلاط بتاع المبيض الكهربائي دي كلها وظائف مهنية مش وظائف زي بتاعتنا المدرسين يعني ما بإيدينا في التصنيع انفولف ان اللي هي متورط أو ينهمك هارد ووركينج اللي هو معناه مجتهد او نشيط خلي بالكم الكلمه دي ابلاي فور وهناخد بعض شويه كده ابلاي فور وابلاي تو طبعا هنا apply فور اللي هو قلنا يتقدم لوظيفه وابلاي تو بيلتحق طبعا بيجي بعدها ممكن مصدر وممكن ياتي بعدها الشركه اللي انت هتشتغل فيها بعد ما شفنا حروف الجر والتعبيرات طب احنا بنغذيك تماما بكل المعلومات المطلوبه لحل التمارين بعد شويه يعني لو في حاجه فلتت منك قبل ما تحل التمرين رجع الفيديو تاني من الاول واسمع الجزئيه دي تاني تحت امرك اهو مدرس تحت امرك رجع الفيديو من الاول تاني لا ما فهمتهاش عيدها تاني مره ومره في مره هتلاقي نفسك يعني حفظت. طبعا أنا هشغل الفيديو ده مرتين ثلاثة أربعة خمسة حتى شغل الفيديو وأنت يعني بتعمل أي حاجة تانية قبل ما تحل لغاية ما الكلام يتحفظ في دماغك. آدي لانجوج نوتس هتلاقي داخل هذه الوحدة ذكر بعض الروابط التي تدل على التناقض يعني إيه تناقض؟ يعني حاجة عكس الثانية متى تستخدم هذه الأدوات اللي هم also وطبعا وبات وهاويفر وديسبايت اللي قلنا احنا خدنا لو فاكرين انتوا احنا خدنا ديسبايت دي في, في الريدنج او في الكلمات لكن نشوف ايه هي العيلة دي كلها قال لي والله هذه العائلة اللي انت بتتكلم عليها عائلة التناقض بتستخدم في ثلاث حاجات. اما شيء عكس شيء. يعني ايه؟ Although he is tall his father is short. بالرغم ان هو طويل ابوه قصير دي حاجه عكس حاجه. طيب ايه الثاني؟ قال لي هنا ايه؟ الاستخدام التاني لهذه الادوات انه حاجه غير متوقعه الحدوث بالنسبه يعني جملة غير متوقعة الحدوث بالنسبة للجملة الأولى، إيه الكلام الإنشائي الغريب ده؟ قال لي حاجة بسيطة خالص. Although he is 80 years old، بالرغم إن عنده 80 سنة، he is strong، لسه قوي. أنت لما سمعت كلمة 80 سنة توقعت إنه هذا الشخص هيكون شخص يعني مريض وشخص هذا الشخص إيه مش هيكون يعني عنده القوة. استخدمنا جملة عكس كلمة جملة يعني عكس جملة واستخدمنا جملة غير متوقعة الحدوث بالنسبة للجملة الثانية بنستخدم الأدوات التناقض دي كمان لما واحدة مثبتة والثانية منفية آه خلاص although he likes tea he doesn't like coffee بالرغم ان هو بيحب الشاي الا انه ما بيحبش القهوه هذه الادوات طبعا دائما بنستخدم مع الزو اللي هي مع ان او بالرغم من جملة أساسية وورا جملة تانية متناقضة يعني Our team lost the match although they played well الجملة الأساسية هي they played well لعبوا كويس كان المتوقع ان هم يفوزوا بالماتش لكن هم lost the match وسموها جملة غير متوقعة الحدوث بالنسبة للجملة الثانية although his job his uh, uh, طبعا uh, my job is difficult I love it طبعا دي ملاش لازمة خالص Uh, بعد كده في بات uh, to however, ومع ذلك my friend is tired but he helped me هو تعبان ولكن ساعدني برضو تناقض she won the race فازت بالسباق however she wasn't happy فازت بالسباق ومع ذلك لم تكن سعيده uh, despite هذه معناها بالرغم من او اختها in spite of دول زيهم بالظبط زي اللي عدوا لكن الاختلاف الوحيد انه التانيين كان بياتي بعدهم جمله كامله جمله لكن دول ياتي بعدهم اسم او فعل مضاف له ايه؟ اي ده لو أنتوا لاحظتوا حضراتكم تعال بص كده معايا كمان ديسبايت ده المثال أو ديسبايت هيز بافرتي بالرغم من فقره هي از تشيرتابل اللي هو بني ادمي خيريه خيريه. طيب in spite of being late بالرغم انه هو كان متاخر he caught the train استطاع ان هو يحصل القطار. نوع ثاني من الجمل ذكرت في هذه الوحده اللي هي كلمه and اللي بتربط جملتين متشابهتين. it is very cold وتاني and it is windy جملتين متتاليتين متشابهتين يبقى هو بيوصف حاجه واحده بيوصف الجو it is it is ميسي بلايز ويل اند كروسز بلانت سكورز اسف ميسي بلايز ويل ميسي لعب بيلعب كويس اند سكورز مين اللي بيحرز طبعا هو ميسي بالفاعل واحد في الجملتين متشابهتين متتاليتين متكاملتين واحدة تانية من عيلة العيلة بتاعت اند دي خلي بالكم هي اسمها نوت only اليس فقط but also ولكن ايضا نفس الكلام ده بنقوله ازاي احنا قال لي هذا الكلام زي ما بتقول ده ده, ده مش بس يا عم غني امال ايه ده كمان عنده شهادات عليا نفس الكلام not only does Messi plays well but he also scores plenty of goals لكن ايه اللي خلاني جبتها معهم؟ كنا اكتفينا بدول قال لي لا ده not only اذا جاءت في بدايه الجمله جاءت بعدها الجمله في صيغه سؤال not only إذا جاءت في بداية الجملة جاءت بعدها الجملة في صيغة سؤال يعني إيه في صيغة سؤال قال لي يعني تبدأ بفعل مساعد ثم فاعل ثم فعل كأنها صيغة سؤال كأنه سؤال بالظبط ذكر أيضا في هذه الوحدة سو بيكوز اللي عكس بعض سو so بمعنى لذلك وبيكوز بمعنى لأن تلاقي إن سو so قبلها سبب وبعدها نتيجة إنما because تلاقي ايه جاب ليها طب ممكن سبب ونتيجه بس تلاقي قبلها نتيجه وبعدها سبب هي جيتس هاي ماركس ادي النتيجه جاب درجات كويسه ليه بيكوز هي ستادس ويل لانه ذاكر كويس يبقى اذا جاء بعدها سبب وقبلها نتيجه شي سليبت ايرلي دي نامت بدري ليه يا انسه اه ليه يا ابو النوم شي سليبت ايرلي اه طبعا انتوا عارفين احنا بنتكلم على مين اللي بيحب النوم ده يتوه في الحصه كل شويه she slept early because she was tired يعني لانها طبعا ادي هنا عند حضراتكم النتيجه وجاء بعدها السبب طبعا هتلاحظ آه العكس جاء هنا عندنا مع مين اه هنا طبعا so he does a lot of exercise ده السبب So he is fit. لذلك هو فت لائق بدنيا ادي النتيجه وأدي السبب. She was ill كانت عيانه ايه اللي ترطب على كده؟ So she went to هوسبيتال خدوها على المستشفى. آه من ضمن برضو الكلمات اللي احنا هنلاحظها آه عند حضراتكم عيله ابلاي اللي اتكلمنا عليها من شويه. ابلاي فور ياتي بعدها وظيفه. ابلاي فور ا جوب. ابلاي فور ممكن يتقدم بطلب للحصول على فيزا على تاشيره على على ورق بطاقه اي حاجه انما apply to, apply to هنا هتلاحظوا حضراتكم يعني بياتي بعدها الفعل في المصدر وهقول لكم apply to بعد شويه كمان ليها معنى ثاني apply in writing يتقدم بطلب كتابي وممكن في حاجه اسمها apply in person يروح هو شخصيا يتقدم وكلمة أبلاي غير كلمة يتقدم بطلب هنا أبلاي لها معنى يطبق بتلاقوها في الكمبيوتر دايما أبلاي وجاءت من الابليكيشن فاكرين الابليكيشن اللي بنقول عليه الاب اللي هو التطبيق ابلاي تو تيجي بمعنى هنا ينطبق على أبلاي تو ذا يوس هذا الكلام ينطبق على الشباب ابلاي تو ذا فيرست يير هذا الكلام ينطبق على سنه اولى وكمان بتستخدم يتقدم بطلب إلى شركة تستخدم apply to زي apply the papers to the manager هنا وقدم الأوراق إلى مين إلى الحج المدير تعال بص بقى للحتة دي اللي ناس كتير بتوه فيها وعايزك تركز معايا I got a two, a two, year contract يعني أنا عملوا العقد لمدة سنتين تو دي مفرد ولا جمع؟ ها أه. تو دي مفرد ولا جمع يا حاجة ساهر؟ أيوه فعلا تو جمع طب المفروض يقول هنا إيه؟ تو ييرز أيوه سامعك أهو تو ييرز طب ليه ما قالش تو ييرز؟ قال لي بص حضرتك جوارها وراها إيه؟ قلت له كونتراكت وقلت له كونتراكت وضعها في الجملة إيه؟ قال لي اسم وقلت له إيه اللي بيجي قبل الاسم؟ يعني اللي بيجي قبل الاسم الصفة يبقى والصفة تجمع ولا لا تجمع الصفة لا تجمع إذا لماذا اخترنا أتو يير اخترنا الكلمة المفردة لأنها جاءت في الجملة هنا صفة والصفة لا تجمع وعرفناها صفة من كلمة كونتراكت المفردة التي جاءت بعدها دي I is a 40 year old boy هنا لاحظ عدم وضع حرف الـS لكلمة year لوجود اسم بعدها professional قلنا عليها مهنة تحتاج إلى مؤهلات teaching profession medical profession يعني مهنة التدريس أو مهنة الطب أكارير الحياة الشخصية المهنية اللي قلنا عليها الوظائف المختلفة أو الفترة الزمنية اللي قضيتها في الوظيفة والوظائف المختلفة أو انتقلت فيها من وظيفة كذا لبنتكم مثال من مدرس لمدرس أول لغاية ما بيوصل لكبير معلمين I spent my career in teaching I need a career in banking يعني تعالوا من ضمن الدرجات علمية هتلاحظوها لها معاني كلمة bachelor ده معنى ليسانس أو بكالوريوس وبرضو بياخدوها بعض اللهجات على أنها الأعزب سنجل يعني باتشلر كمان اوف كوميرس يعني بكالوريوس مش رياضه هي للاسف بكالوريوس معناها تجاره هنا دي باتشلر اوف كوميرس اللي هي بكالوريوس التجاره في ثلاث كلمات بمعنى ثلاث كلمات بمعنى هذه الكلمات الثلاثه بمعنى يعتمد على هذه الكلمات الثلاثه بمعنى يعتمد على ريلي اون depend on count on كلها بمعنى يعتمد على يطلع منها reliable يعني بني ادم يعتمد عليه يعني جدير بالثقه he is reliable في طبعا هنخش على كلمه qualify اللي جاءت من qualification وهو المؤهل qualify يتاهل يعني معناها خد التدريب اللازم والمهارات اللازمة لكي يصبح وكواليفاي آز يأتي بعدها المهنة اللي احنا هنتكلم عليها كواليفاي إن يأتي بعدها آه يأتي بعدها إيه؟ يأتي بعدها التخصص اللي انت حضرتك هتتأهل فيه كواليفاي إن ميديسين كواليفاي فور كواليفاي فور هنا بقى تأهل من أجل إيه؟ كذا وادي السي في اللي اتكلمنا عليه مش هنتكلم فيها تاني A lot of people, plenty of people, جون الكلمتين دول بيساووا، لكن تلاحظ حاجة إنه بلانتي آه بنلاحظ آه عدم استخدام آه كلمة a of قبل كلمة بلانتي، ليه هنا؟ طبعا هنا آه بلانتي أوف ما بتاخدش حرف الإي لكن اللي بتاخد هنا كلمة A lot of، ودي الكلمات اللي في القصة اللي قرأناها من شويه ترابد وتورش رولز وكير وكونفدنت وهكذا. طبعا هنا هنشوف موضوع اللي هو تشوز بس انا فاصل صغير ونوصل لحضراتكم ونشوف تراجع شويه كده معايا راجع شويه يعني وقف الفيديو وراجع الكلمات عشان هنبدا نحل تمانية وتمارين 88 تمرين على هذه الجزئية أترككم لحيزات ونرجع مرة تاني وأوعوا تروحوا في أي حد ورجعنا لكم تاني يا ريت الناس اللي نايمة تصحى واللي صاحي صح صح زيادة ونشوف مع بعض التمارين 88 تمرين مع حضراتكم ونشوف انا عايز حضراتكم طبعا انك انت المفروض انك حليت التمارين دي ومستنيني انا اشوفها صحح لك my, my friend always enjoyed taking care taking care في ناس هتقول of وناس هتقول for طبعا take care of take care of اللي هي كلمة يعتني بي take care for يهتم بي وهي دي اللي احنا عايزين نختارها في الاجابه بتاعت it seems انه يبدو a thing to talk with others openly يعني بعقليه متفتحه لما قال هنا كلمه thing شيء اسم يبقى الاسم يحتاج قبله الى صفه لو دورت هنا في الصفات كلهم مش هتلاقي غير هذه الكلمة اللي هي عبارة عن صفة. I applied ها لو كانت بعد كلمة القوسين أجوب كلنا كنا اخترنا كلمة for لكن هو جاب بعدها شركة فإذا هو تقدم إلى شركة فهتكون عند حضراتكم applied to. أه نشوف كده مع حضراتكم تاني she was well qualified for the job because she had آه. كلمة ترين لما اديتها لحضراتكم من شوية في الاكسبريشنز وحروف الجر ترين بتاخذ دو ترين بتاخذ دو فلذلك هتلاقي حضراتكم احنا هنستخدم كلمة done التصريف الثالث in training آه بعد كده my father works in the English ها فين؟ ايوه تمام تمام برافو برافو عليك يا نفيس قسم ديبارتمنت فعلا هذا هو القسم شي از ها دايما بتذاكر ودايما شاطره وشي كذا 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 يبقى بنت نشيطه بنت مجتهده أيوة. ايوه 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 تمام فعلا زي ما الناس اتكلمت قالوا عليها هارد وركينج هير جوب ووز يعني مؤثر وفعال ها هذه الصفة عايز كلمة عايز كلمة توضح درجة الصفة ماذا نضع قبل الصفة لنبين درجتها بنضع الحال وفين الحال في دول الحال اللي اخره اللي واي فبنقول incredibly incredibly يعني هي مؤثرة وفعالة بطريقة مذهلة ومدهشة. Uh, she finds working for charities خيرية الجمعيات الخيرية is very يعني من وراه عائد من وراه فائدة يبقى فين كلمة مجزي وعائد وفائدة اللي هي كلمة rewarding اللي هي احنا بنتكلم عليها مجزية He found an interesting as a clerk. Clerk يعني موظف كتابي، موظف يعني الموظفين الكتابيين يبقى ده بالنسبة له وظيفة، فهنقول عليها هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن جوب. Worry Worry is another word يعني كلمة القلق. كلمة أخرى بنطلقها على كلمة ستريس وهو القلق والتوتر. في عندي مستر محمد هاز لو قلت إبل دي صفه بنقول عليها إبل تو بس متاخدش ذا كابابل ولها نطق تاني مش عايزين نتعب دماغنا في بيجي معاها اوف بيجمعها بيجي معها تو لكن ذا لازم يأتي بعدها اسم هتدور على الأسماء في هذه الكل الزحمه دي كلها هتلاقيها كلمة ability there are many jobs هناك وظائف are واحدة من دول بيجي معها with يعني محبب وشعبي مع الشباب اهو اهو اللي هي كلمة ايه popular تمام الناس اللي ذاكرت وترد عليا دي كويسة خالص هير exam results results طبعا لو لما تيجي في الامتحان دي هيقولوا التمرين ده غلط ما احنا عارفين ريزلتس ان لو قلنا هير اكزام ريزلتس ان جريت وور تو هير يعني هقول ريزلت ان تسبب في لكن هنا الحقيقه هير اكزام ريزلتس يعني نتائج امتحانها فهضطر اخذ الكلمه ريزلت كفعل كفعل اهي فهنا جاءت هذه بمعنى يتسبب فيه Resulted نتائجها تسببت واحد طبعا فالحوص يقول لي طب ما ناخد كوز اقول له كوز يا فالح بياتي بعدها مفعول به ثم فعل لكن عند حضراتكم هنا ما فيش عندك مفعول به. When she finishes secondary education she hopes to join medicine انا طبعا اديت لك كلمات كوليج اللي هو الزميل كوليج اللي هي المجمع مجمعه مع بعضها وادي كلمه كولج اللي احنا عارفينها كلنا بمعنى ايه؟ الكليه. طبعا كولجيت طبعا اسال سنانك عليه اللي هو معجون كولجيت. ليفينج هير بريفيوس جوب واز كوايت. طبعا هنا بيقول انه ديسيجن بيقول انه تركها لوظيفتها السابقه كان قرار ايه؟ هنا طبعا هتلاقي عند حضرتك قرار وورينج يعني قرار مقلق قرار متعب أدخل إليها التعب والقلق هير نيو جوب responsibilities يعني مسؤوليات الوظيفة الجديدة ار كانت مجهدة صفة متعبة اللي هي كلمة stressed I like doing my job أنا بحب الوظيفة بتاعتي but it is tiring ولكنها متعبة عايز كلمة بمعنى أحياناً كلمة بمعنى أحياناً أولها at وأخرها كلمة times at times دي على بعضها معناها sometimes معناها occasionally معناها from time to time When he becomes angry, he looks. آه. هنا نقف شوية. إحنا لما تكلمنا على الصفات في الترم الأول، قلنا في عندي كلمة فرايت وهو الخوف يطلع منها صفتين فرايتند وفرايتنينج فرايتند بنوصف بها الشيء اللي او بنوصف بيها الانسان الشخص العاقل وفرايتنينج الشيء الغير عاقل قال في القاعده يوصف العاقل بالصفه المنتهيه بالايدي والغير عاقل بالصفه المنتهيه بالاي ان جي ولكن متى يوصف الانسان بالصفه الغير عاقله اذا كان هو سبب في هذه الصفه او مصدر هذه الصفه لي كلمه فرايتند خائف يعني الكلمه الاولانيه دي فرايتند بمعنى خائف انما فرايتنينغ يعني مخيف فهو اول ما يصبح غاضب يعني بيقول لك ابوك لما يزعل ويبحلق عينيه وعينيه تحمر وتلاقي مناخيره دخنت ودانه خضرت تعرف انت في اللحظه دي انه شكله هيكون شكله ايه؟ ايوه فرايتنينج يعني ايه؟ مخيف. A part of her job is to make them feel يعني يشعرون ايه؟ كويت يترك او يخرج كلمه كليم يزعم كوايت إلى حد ما كوايت اللي هي بمعنى هادئ ودي حبيبتنا اللي احنا بندور عليها وقلنا طبعا ناس كتير يمكن لو حد من الكبار قاعدين جنبكم يقول لك طب ايه الفرق بين كوايت الاولى وكوايت التانية انتوا كده كده مش عارفين كلمه كوايت الاولى اللي هي هادئ والتانية الى حد ما طب افرق بينهم في الامتحان ازاي قال لي كوايت الاولانيه هتلاقي الايه جوه فإذا لقيت الإي في الداخل يعني حاضنة الإي ما دام حضنها تبقى هادية يبقى هي الإي بتاعتها جوه يبقى هي اللي بمعنى هادئ والإي بتاعتها بره إيه تبقى إلى حد ما. Doing his job and studying was very for him. آه المذاكرة طبعاً بالنسبة لحضراتكم طبعاً كانت إيه؟ زي ما أنتم عارفين hard. hard يعني كانت متعبه طبعا هارد اللي ده معناها بالكاد او لحد ما وهارد يسمع وهارد اللي وهار هي الصلابه او الصعوبه doing his job and standing goes the ده تمرين معاد لا يا فالح ما بص الاختيارات ادالك كلمه هارد صعب وجاب لك كلمه تاني بيسويها اللي هي كلمه ايه ايوه tiring يعني متعب سرو training, will, اند هارد وورك من خلال التدريب والعمل الشاق he became a player player ادي ده اسم يبقى الاسم ينقصه ايوه شاطره شاطره يا ساهر فعلا ستريسفول ستريسفول uh, this work needs much يحتاج الى طبعا هتحتاج الى ماتش ها uh, skill يعني مهاره عاليه to master ات لكي يعني يتفوق فيها. واحد يقول لي طب ما قلتش سكيلز لي اقول له سكيلز يا استاذ هنا يجيبها مهارات ولو هيستخدم مهارات ما كانش قال ماتش كان قال ميني. طبعا نيد سكيل فول دي صفه ماهر وسكيل فول دي فما تنفعش دي ولا دي. يو شود بي تو ماستر آه شفت المره دي؟ يجب ان تكون عايز الصفه. فين الصفه يا حاجه فاطمه؟ ايوه فعلا اللي هي كلمه سكيلفول زي ما بتقول الحاجه فاطمه اللي هو بني ادم ماهر. يو نيد تو جود لازم يكون لديك ايه؟ وسائل اتصال عشان تو بي انيرس تقدر تتعامل مع الناس اللي هي كلمه الكوميونيكيشن ليه طيب؟ قال لي عشان جود دي صفه وصفه ياتي بعدها اسم. You should be in the field of medicine. لازم تكون بني آدم عند knowledge اللي هي المعرفة. نو no يعرف. نوز برضو يعرف. ف اللي هو ذو معرفة أو مثقف اللي هي كلمة دي صفة من صفات الإنسان الذي لديه معرفة. مستر محمد has very good language. Language يبقى هنا عايز معرفة لغوية. يبقى هستخدم كلمة knowledge الاسم بتاع هذه الكلمة. something is when doing it makes you feel good يعني الحاجة اللي انت بتعملها تلاقي من وراها فايدة آه اللي هي كلمة قلنا ايوه مجزي اللي هي كلمة rewarding the athletes ha athlete has been a prize اتفقنا قلنا طالما هو رياضي يبقى هنا معناها awarded لانه ده عمله وهو تفوق فيه بعد كده بنلاحظ انه ذا ريتش الرجل الغني هنا كافاه مع طبعا اه ريتيرن بقى رجع له شنطه الفلوس وانا مش مسؤول عن شنطه الفلوس لكن عملت عمل انا مش مخصص بيه فبقت مكافاه ريورد هيلبينج اذر بيبل ميكس مي هابي هابي بصفه ايه الفعل اللي يجي معاها؟ قال لي خلي بالك ماليش دعوه الفعل اللي بيجي معاها لكن كلمه ميك بياتي بعدها مفعول به ثم فعل في المصدر بدون تو فين الفعل في المصدر بدون تو؟ فين الفعل في المصدر بدون تو؟ أيوة كويس تمام فعلا أدي آه بسم بسملة قالت الفعل في المصدر بدون تو هو فيل وده كلام كويس. When you are you make a formal request بتعمل طلب ناس الفقرة الديفينيشن اللي أنا اتكلمت عليه بعمل فورمال ريكوست طلب رسمي يبقى أنا هنا بتقدم لهذه الوظيفة كتابيا فبستخدم كلمة ابلاينج في uh, when something causes وري يعني لما حاجة بتخليك تسبب القلق فهذا الشيء نقول عليه إيه مقلق uh, صفة مجهد اللي هي كلمة ستريسد ذا the emergency room. حجرة الطوارئ قلنا في كلمة ثانية تيجي بتستخدمها بديل لكلمة الطوارئ فاكرينها اللي هي كلمة uh, casualty اللي هي دي اللي احنا قلنا عليها حجرة الإصابات أو حجرة الطوارئ. هنشوف مع بعض مع حضراتكم طبعا في واحد سامع بيقول احنا فين الـ 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 الكلمة دي احنا أخدناها تعالوا نشوف التعريفات التعريفات اللي احنا اتكلمنا عليها فوق إذا كان حد موجود معانا من ساعتها لما اتكلمنا على كلمة اميرجنسي. كلمة emergency اللي اتكلمنا عليها وقلنا عايزين نشوف التعريفات بتاعة هذه الكلمة شايف أهي شايفة كلمة دي دهو كاجوالتي ديبارتمنت إن emergency روم emergency روم ونرجع تاني عشان نبقى فاهمين إحنا بنتكلم على إيه مش مجرد حفظ والسلام لأ ده إحنا شغالين والفيديو بتاعنا والمذكرة بتاعتنا وما همناش حد وادينا شغالين زي الفل اهو يعني بس المهم يطلع بنتيجه ونجيب نتائج كويسه نفرح بيها كل الناس اللي هم فرحانين حوالينا ادي اخترنا الحاجه دي طبعا ليرنينج سكيلز يو نيد فور ا جوب يعني عايز تتعلم مهارات يبقى لازم تحتاج الى ايه الى تريننج سكيلز اور knowledge ذات ميكس يو طبعا هنا ال... 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 الـ... الـ... اللي هنا قلنا مؤهل ابن ادم تكون عشان لازم يكون معاك ايه كواليفيكيشن اللي هو المؤهل اللي احنا بنتكلم عليه a legal اجريمنت يعني عباره عن اتفاقيه بنكتبها مع بعض احنا الاثنين قانونيه امانج people از كولد بنسميها الايه الكونتراتو الكونتراكت العقد وين يو هاف ذا ريكوايرد سكيلز لما يكون لديك المؤهلات المطلوبه you will be. ها تكون انسان ايه ايوه مؤهل اهي اهي احنا ترجمنا الكلمات دي لصعوبتها وانها لسه طالعه جديد ذا ماتر سو هذا الامر كان شيء امر يعني خطير هو طبعا كلمه اميرجنت لو انت دخلت على القاموس لك معنى ناشئه اناشئ او بادئ فهو يعني بيسموها هذا الامر من الاولويات من الاولويات Priorities. يعني معناها هذا الامر لا يحتاج او لا يتحمل التاجيل. يعني امر ملح. وصلت معاكم الكلام ده عشان اقول لك ايه ملح يا استاذ انا عارف طبعا ايه الفالحين قاعدين. Nurses <applause> in <applause> this hospital care will. اه هنا هتلاحظ زي ما قلنا ودي يمكن خدناها قبل كده كير فور اللي هي بمعنى ترعى. Uh, eating fruits and vegetables is good. تعال شوف عيلة good بقى كام حاجة. هنا هنقول good for. Good for معناها مفيد لي. طب بص الثانية. He is a kind man. رجل طيب. He is always good ها to me. Good to بمعنى إنسان طيب. يبقى إذا هنا good for مفيد لي. Good to طيب مع طيب خلصنا قال لي لا استنى كمان جود هنطلع لك تاني to get this job لكي تحصل على هذه الوظيفة you should be good أيوة تمام شطرة يا روضة هنا طبعا اه good at good at اللي هي جيد وعكسها bad at يعني after I graduate فاكرين الحتة قلت لكم لازم نستخدم ايه هنا في اسم يقبل هديه قدامها صفة والصفة لا تجمع فنختار الحاجة المفرده. You should make a good good صفه وعايزه وراها الاسم اللي هي كلمه choice وهو الاختيار. You should have a little more لابد انه انك تحصل على من البراكتس، براكتس يعني ايه؟ براكتس اللي هو معناها الممارسه، الممارسه، التدريب، كانديديتس اللي هم المرشحين لهذه الوظيفه. should have training لازم يكون عنده تدريب وايه تاني اكسبيرينس بس الاكسبيرينس اللي عندنا اسم عايز اصفها والكلمه اللي قلنا عليها كلمه براكتيكال يعني لازم يكون خبره عمليه وي شودنت باي لا تشتري ذات دونت هاف ليبرلز اللي لا يوجد عليها اي ملصقات تبين نوعيتها اللي هي بنسميها الايه ما اشتريش ايه يا اخوانا البرودكتس يعني ايه البرودكتس؟ يعني المنتجات. to get this جوب عشان تحصل على هذه الوظيفه تعمل ايه لللانجويج سكيلز مهاراتك تعمل لها ايه؟ بروف ولا ابروف ولا امبروف ولا ايوه تمام برافو برافو يا خيريه فعلا هي كلمه امبروف اللي هي بمعنى يحسن طبعا شهد شايفها زعلانه تقول يعني كل شويه خيريه خيريه واحنا مش قاعدين معاك ولا ايه؟ When he was climbing the mountain كان يتسلق الجبل فواجه كثير من ايوه شهد تمام challenges اللي هي معناها التحديات واجه كثير من التحديات. You can choose تختار from اختار ايه؟ طبعا افاياريتي افاياريتي تختار هنا افاياريتي اوف بوكس افاياريتي اوف بوكس اختار من افاياريتي اوف بوكس هير يعني هنا تنوع من هذه الكلمه تنوع من هذه الكلمه نستخدم كلمه اوف الكلام اللي زي ما واحد بيقول لي يا استاذ ما انت قلت مش ايه كناش بنستخدمها مع بلنتي اوف يا معلم عشان ما تلخبطش الدنيا climbing the mountain was very ايوه كلمه تشالنجينج اللي هي جاءت من كلمه تشالنج اللي هو التحدي لكن هنا اكثر تحدي يعني معناها صعبه بات amusing يعني معناها ذات صعوبات كثيره ولكنها amusing يعني مسليه ومذهله it is something difficult when you are working طالما في برودكت بنستخدمه ورك اون اللي هي بمعنى يعمل على او يطور اللي هي كلمه ورك اون يو should ابلاي فور ذا جوب تقدم لهذه الوظيفه بيفور قبل الميعاد النهائي فاكرين كلمه الميعاد النهائي اللي هي ديد ايه uh, uh, لاين ريد لاين طبعا الخط الاحمر ده معناها انت uh, لا تستطيع ان تتخطاه يعني مثلا انت بتكلمي ابوكي ليك ريد لاين خط احمر ما تعدهوش في الكلام طبعا كلمة رينك لاين ربنا يكرمكم كده بعد 30 40 70 80 سنة ده هي ليه التجاعيد اللي بتظهر في الوجه واوف لاين طبعا حبيبتكم من زمان. ان هير كاركتر واز كان إن التغير في شخصيتها كان فيري على الصفة بعد فيري بعد الحال ده عايز صفة من الصفة اللي هي كلمة أو اللي هي معناها واضح. في عندنا she failed the exams because سقطت في الامتحان يا اللي في بالي she got bad لأنها جابت إيه؟ bad marks درجات منيلة بنيلة. وقلنا إن كلمة degree هي الدرجة العلمية grade السنة الدراسية تقول I am in grade 1 وكواليفيكيشنز هي المؤهلات he teaches at university and has a in biology بيدرس يبقى حصل على أيوه درجة علمية لسه قايلينها من شوية اللي هي كلمة degree I did not know how قلنا في إيه الفرق بين كلمة how وكلمة ها وات هاو يأتي بعدها صفة وات يأتي بعدها اسم فهاو هنا هتاخد الصفة اللي هي كلمة important my friend advised me to look آه uh, قال لي دور لك another job to improve my income دخل قوم دخل بتاعي أنا مش الناس انكم ده دو قال لي دور لك يا عم على وظيفة تانية أنت ابحث عن فكلمة يبحث عن نقول لك إيه؟ أيوة جدع تمام برافو عليكي هي فعلا لوك فور يا أمنية أيوة كويس بص التاني بقى أوعى تقول الامتحان أو التمرين هو هو My friend advised me to another job and improve my income. قال لي يا أستاذ إيه اللي شال من الجملة اللي فوق؟ شال كلمة لوك فور مش كده هي هي اللي شالت؟ أهي. قال لي عايز كلمه يا استاذ تيجي بمعنى لوك فور يعني بمعنى يبحث عن مش ريسيرش ريسيرش ده بحث علمي لكن هنا جاب لك كلمه يبحث عن شيء از qualification يو ريسيف مؤهل بتحصل عليه when you finish university لما تخلص الجامعه بتحصل على هذه الورقه هذه الدرجة اللي احنا بنسميها الايه؟ الديجري اللي هي الدرجة العلمية. is a particular type of business نوع من أنواع البيزنس العمل that produces a particular type of good or service ده كلها أنا كاتبها لحضراتكم في التعريفات فوق. ايه النوع من التجارة أو الصناعة بيطلع احنا قلناها اهو بيدي لك منتجات معينة اللي هي كلمة industry اللي هي الصناعة. is the work of building البناء البناء اللي احنا قلنا الانشاء اللي هي بتساوي كلمه instructions لو انت فاكر الكلام ده احنا اللي قلناه في الكلمات is a person whose job involves helping the public ده اللي هو بيساعد العامة ده بنسميه attendant اللي هو العامل اللي عندنا اللي بيساعد الناس اللي موجودين عندنا is a period of time working in order to learn skills جاي عشان تعلم مهارات في الورشة عندنا هنا needed to do a job فده بيسميها اللي هي شيب لو انتوا رجعتوا للكلمات فوق His previous job was a interesting interesting صفة تحتاج قبلها إلى حال ويأتي الحال قبل الصفة ليبين درجة الصفة يأتي الحال قبل الصفة ليبين درجة الصفة Where did you do your degree؟ واحنا قلنا degree بتاخد دو ما بتاخدش ميك وخدناها done فوق لو أنتوا خدت بالكم وجاتني مره ثانيه. مستر هشام has great in teaching English بيدرس انجليزي فعنده ايه؟ عنده خبره. آه. عنده خبره يبقى ما اقدرش اقول دي. دي تجربه في الحياه لكن عشان هو قال ايه؟ قال ايه ها؟ إيه؟ has great عنده in teaching experience خبره سابقه اللي هي اللي, اللي عامل عنده. What other do you choice what other؟ اه هنا هنبدا نفكر حضراتكم ايه الفرق بين كلمه other وكلمه another. ايه الفرق بين كلمه other وكلمه another. كلمه another ياتي بعدها مفرد. أما أذر يأتي بعدها جمع إذا عند حضراتكم أزر هي تاخد ديفرنس ولا تاخد ديفرنسز طبعا أيوة الشطارة هو اللي اختاروا الكلمة الجمع ذا ابريفيشن معناها الاختصار ابريفيشن معناها الاختصار اوف انفورميشن تكنولوجي اختصار تكنولوجيا المعلومات اللي هو هناخد الاي من هنا والتي من هنا تبقى هي عباره عن الايه ايوه جدع ينفيس الاي تي اهو ال اي تي هي هاز بين بروموتد يعني هنا ايه ترقى بروموتد يعني ترقى از هي از كلمه جوب بياتي معها ميك ولا دو طبعا شطار فعلا بتاخد عندنا دو هي اسكيد مي ويذر هو سالني لو كنت انا اني ورك اكسبيرينس عندك خبره عندك تملكه ها يبقى هاخد كلمة تي إيه؟ اللي هي يملك لي كلمة هات. في عندنا last week I visited Cairo International Book. أيوة معرض الكتاب، معرض الكتاب، فين يا معرض الكتاب؟ أيوة أيوة أهي اللي هي كلمة فير. I am employed uh, يعني توظفت. Uh, the children's ward اللي هو عنبر الأطفال في المستشفى. طبعاً ده مكان فهياخد كلمة at. Uh, في عندنا هنا it is very very حال يأتي بعدها صفة فين الصفة اللي هي كلمة sad it is very sad that some children have been in the hospital for months ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين she is a nurse آه. Uh, هي طبعا هي كلمة caring يعني يعني منوطة يعني المسؤولة يعني النبطشية النهاردة offers help and support to every patient. What are the main skills? ما هي ما هي ها السكيلز المهارات؟ إيه التمرين الصعب ده؟ قال لي لا صعب ولا حاجة. هو هنا هذا التمرين أصله كان بيقول إيه؟ What are the main skills which are required؟ المفروض يحط هنا في الزحمة دي الحتة الصغيرة دي which are required التي تكون مطلوبة قال لي طبعا لما قال هوتش يبقى ضمير وصل وهناك قاعدة في ضمائر الوصل اسمها حالات حذف ضمير الوصل اسمها حالات حذف ضمير الوصل من ضمن هذه الحالات يمكن حذف ضمير الوصل وفيرب تو بي ويبقى التصريف التالت للفعل كصفه فإذا لو دورت حضرتك على التصريف الثالث هنا هتلاقي كلمة required هنا required هنا بمعنى طلبة خلاص آه لكن هنا required جاءت صفة معناها المطلوبة تعبتوا معلش إن شاء الله يعني التعب ده هيطلع بنتيجة كويسة في الآخر ها أيوة يلا الناس اللي بتاكل تخلص الأكل اللي معاها وركز معايا وسيبك من الشيبس اللي معاك اللي هيديكوا في داهيه ده هيدي. مسز هاجر بقول لها اقول لها ايه مساء الخير لسه ما عدناش نص الليل از ويل ها فاكرين كلمه ويل ايه ده حال والحال ياتي بعده ايه صفه فادي الصفه فينو كواليفايد ايه يا استاذ ده كواليفايد بمعنى تاهله قلت له في قاعده انا قلتها لك من اول السنه وبنعدها لك تاني يمكن استخدام التصريف الثالث للفعل كصفه يمكن استخدام التصريف الثالث للفعل كصفه فاستخدم كواليفايد بمعنى مؤهل وفي كلمه بسويها عدت علينا مستر محمد ماتش ماني ولا مستر محمود ولا ده مستر محمود نادي ايوه مستر محمود ماتش ماني اوت اوف His work. طالما فيها فلوس يا محمود يبقى اذا هنا هنستخدم كلمه ايرنس اللي هي بمعنى يربح ويكسب. هاو هاو طبعا ايه قلنا هاو الصفه فاختار كلمه هنا ماتش. واحد هنا طبعا يقول لي هنا ايه هوليداي دو يو هاف اير يعني كم عدد الاجازه طبعا ده تايم الاجازه هنا جاي? على انها تايم على انها وقت اللي بتاخده في السنه. You also need you also need to be on dealing with the children علشان تتعامل مع العيال المتعبين لازم تكون ايه patient ولا بيشنط وايه الفرق بين الاثنين Patience الصبر patience المرض وابيشنس الصبر لان طبعا ايه نشوف مع بعض الفرق المهم اللي يهمني كلمه patient هنا دي بمعنى المريض لكن بيشنت دي من غير آ آه ولا حاجة لازم تكون بمعنى صبور فأنت آدي الإجابة بتاعت حضرتك مستر جواد is greatly in teaching عايزين برضو استخدم التصريف الثالث للفعل كصفة experienced يعني بني آدم ذو خبرة A person who always tells the truth دايما يقول يقول الحقيقة يقول الحقيقة فنقول عليه ده honest Uh, someone who can change their behavior in different. يعني الشخص اللي يغير دايما يتغير حسب الموقف اللي قدامه، يعني بني ادم مرن ومعنى كلمة مرن هي كلمة فليكسيبل. A person who can explain their ideas الناس اللي بيستطيعوا ان هم يفسر افكاره بطريقة جيدة بنقول عليه أيوه كوميونيكيتور يعني محاور أو بني ادم لبق. Uh, someone Who thinks that they can do things well. يعني دايما اللي هو الشخص آه الذي يستطيع او يعتقد انه زي can do things well is ده بني ادم واثق من نفسه نقول عليه ايه؟ Confident. Someone who does what they say. يعني يعني هو آه دائما وابدا يعني يقولوا ويفعل يفعل ما يقول يفعل ما يقول فهذا البني آدم شخص موثوق فيه قد يتساءل واحد يقول لي يا أستاذ أنت بتقول سموان ماشي وبعد شوية تقول لي زي إزاي سموان وتقول لي زي أقول له خلي بالك دي حاجة كده شوية كده نعرفها لك يعني قدام لسموان سمبادي اني ون اني بادي خلاص ايفري ون هذه هذه الكلمات تعامل في الجملة معاملة المفرد ولكن الضمير الذي يحل محلها يكون جمع A person who supports their friends الذي يؤيد أصدقائه Even when it's difficult is يعني البني آدم اللي ساعدك في وقت الشدة بنقول عليه بني آدم إيه؟ أيوة لويال يعني بني آدم مخلص 88 تمرين على الكلمات تعالوا نشوف لو احنا حبينا السؤال اللي أنتوا بتعزوه عارفكم كده كل الناس دلوقتي قالت ايه عارفكم انا عارفكم معلش هنضع هو سهل انا جبت لكم قطعتين سهلين لايف لونج ليرنينج ان التعلم مدى الحياه جوز جوز لو انت عايز تكتب عندك عشان ما كتبتهاش هنا هنكتب هنا جوز اون جوز اون يعني يستمر جو اون جو اون فور لايف طبعا هنا بيستمر على مدى الحياه for the time you graduate من ساعة ما تتخرج until you retire لغاية ما تطلع على المعاش. This ها تيجي معاها ده ايه؟ is تمام برافو عليك. This is necessary as employers don't offer payment. Jobs يعني yeah, permanent as a permanent اللي هي دائمة أو مستديمة. We ها تمام should should learn يجب علينا ان نتعلم the skills required المطلوبه فور هنا حرف الجر هيكون فور ديفرنت جوبس باي الوت او يعني الشركات بتدفع فلوس كتير تو بروفايد تريننج لكي تزود طبعا بروفايد فور بروفايد فور زير امبلويز اللي هم الموظفين لايف لونج يعني ليرنينج هيلبس اس طبعا هنا الفعل هيلب ده اللي انتم شايفينه uh, كلمه acquire هيلبس us to uh, طبعا uh, acquire the knowledge and skills needed in uh, uh, the labor اللي هو في سوق العمل. Uh, ده اللي هي كانت الماركت اللي هو سوق العمل، ادي آه القطعه الاخيره اللي هنختم بيها كلامنا النهارده. distance learning التعلم عن بعد is a method هي طريقه طبعا اقول to study لكي تدرس that helps us to continue our learning نستمر في تعليمنا. We need to communicate learning to keep up keep up with keep up with نسير أو نجاري ونواكب the latest development in different fields. human knowledge إن المعرفة البشرية إن المعرفة البشرية طبعاً إيه, إيه مالها دي is increasing is increasing إنها تزداد all the time. If we don't, if we don't update, إذا لم نحدث update our knowledge, we will not ها huh? قلنا قبل able بيجي verb to be عشان في will يجي مصدره will not be able to live in today's world. In fact, في الحقيقة, lifelong learning is important to everyone. شكرا لحسن استماعكم. هتلاحظوا حضراتكم احنا اتكلمنا في هذه الوحده من البدايه خدناها الكلمات يبقى لازم انا الاول احفظ الكلمات كويس وراجعها مره والثانيه والثالثه لان هنطلع لحضراتكم القاعده لان القاعده بتاعتها صعبه. احنا النهارده خلصنا نص هذه الوحده لان دول ثلاث وحدات لازم يخلصوا فهنزلهم على ستة اجزاء يعني كل وحده نزل لها جزئين عشان نخلص لان طبعا عايز اخلص سنه اولى ومعايا سنه ثانيه على اساس الواحد يسيب لنفسه ذكرى تفضل قاعده موجوده بين الطلبه. في النهايه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ندعو الله سبحانه وتعالى ان يزيل ويذهب عنا هذا الهم ويشفي مرضى المسلمين ونتوجه بالدعاء اليك اليك يا رب العالمين اننا ضعفاء فلا ترنا قوتك فنحن لا طاقه لنا بقوتك يا رب العالمين فنحن ضعفاء لا نقوى الا بك ولا تحرمنا من الصلاه في مساجدك واسفينا واسفي مرضى المسلمين واعف عنا وارحمنا